تقريبا تقارير منشوره كل شيء التشكيك هذا ما فيش تشكيك يا حبيبي بالعكس نحب نعرف يعني الجهات العظيمه اللي خرجت واحد يعني ممتاز كما انت بارك الله فيك يا عيني توك عرفت شنو تودي دور يا احسن نحزرك انت تتمحمس يا احسن كي عرفت شنو استنتاجك هاك عرفت ما نحبش نقول لك استنتاجي ما دام يعني مع الغوغاء انا لا الغوغاء انت مش غوغاء يا اخي انت غوغاء بلطفي ولا والحنان لطفي العبدل تو فنيا اعلاميا نقولوا لطفي العبدلي اقرب بروفيل لي هو نبيل القروي فنيا اعلاميا خاطر من نفس اللونتوراج ونفس المجال وكل شيء انسانيا اللي ما يعرفش لطفي العبدلي ربما قيس سعيد هو اللي اقرب له زيد وضح اكثر اش معناها انسانيا اش معناها انسانيا يعني اجتماعيا اي ليه معناها شنو الضوابط نتاعك واللي روبير نتاعك اللي يخليوني انا مثلا اولا أقرب. انت عكس ما يتصوروا العباد تتكلم على روحك عكس عكس ما يتصوروا العباد انت في المسرح انسان معناتها متفتح وكذا في الدنيا انا نعرف محافظ من عائله محافظ أي. وحياتك فيها برشا معناها محافظ زيد وضح معناها إيه. خاطر انا نصلي مثلا لا تصلي هذيك مش نور مالش نور اللي يخليني محافظ انا امورك محافظ وكهو باش نقعدوا نفسروا فيها تهمة ماهيش تهمة نتهم فيك انا تهمة لا خاطر ولات اليوم تهمة انا سمعت تهمة قيس سعيد يتردد على المساجد انت اكثر يا لطفي يا لطفي معناها واحد اليوم تهمة انه يمشي يقول لطفي العبدلي اللي سيرسان ماهوش لطفي العبدلي اللي في الدنيا هذا اللي نقص صورني في الدنيا كيك انا تصورني لطفي العبدلي اللي سيرسان اللي سيرسان اقرب نبيل القروي اللي في الدنيا اقرب لقيس سعيد وانا في الدنيا اليوم مانيش سيرسان ونبيل القروي النجم ندافع عليه في امور اخرى مانيش ضده مثلا انه رئيس وكهو لو كنت يعني لو كنت لا سمحني لا نبيل القروي ماذا بيا يروح لو كنت وما نشوفش علاش حطوه في الحبس خاطر ما عطوناش دليل للشعب ودخلونا في متاهه اولا ساعه ضد انه يمشي الحبس انا نبيل القروي كان نجيب مشروع اخر اليوم من الناس اللي ندافع عليه نحبك الهبله نتاعو افكاره ونحب الشيء اللي عملها ومشيت انفيتي مازال متهم والمحاكم مش مطالبه باش تعطيك دونك لا فما 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 شبهات كبيره نحو القضيه ذي وحتى حتى كان متهم بالحق فما سياسه خاطر عليه ما شديتوش قبل وعليه ما شديتوش البعض خلينا نحكيو بالرسمي خلينا نحكيو انا اليوم ما قلت لك راني جو بارل دو برانسيب القيم اللي نحب نهار اخر ولدي انا ولدي اللي نحب نخلي له فلوس كان خليت له صحه ليه اما كان نحب نخلي له قيم انا اليوم كي قاعد نحكي مع ولدي فلوس نجم غدوه نسرق ونجيبهم له غدوه نعاود نصرفهم وما يلقاهمش لكن كي يتنحالوا ذاك الكل شنو يبقى له ولدي يبقى له بلاد عندها قيم مش بوه بركه يعطيه القيم لا يكفي البلاد تعطيه القيم الدوله تعطيه القيم كي يعطيك قيم قيس سعيد يرجعها للمكتب القيم نتاع المكتب الحقيقه وكي يكتب نتاع الصحه الحقيقه وكي القيم الخطبه هذه نتاع السيد هذا حبت تواصل الى غد توا سيدي انت يعني معناها القيم والقيم والقيم تبارك الله وعلى القيم يا حبيبي القيم هذه انت يعني تعمل في فن يعني ينشر ضديد هذه القيم انا اقول لك هذا شنو يا اخي وقت اللي تعمل لي يعني دور نتاع يعني ندري شنو ندري شنو لا يحكي انت هبطت في زردين لا هبطت يا اخي دور في سيدي بطلت يا سيدي دور في شوف لي حل تقصد يعني في شوف لي حل وفي لبالي حل يعني هذايا يشيعوا في قيم يعني 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 بين ظفرين يعني كذا أنا كذا انا عليك عملت فهمتني وجيت وزايد لي بالقيم القيم القيم والمقدس ولا يعني هو الجهه المقدسه يا اخويا مرحبا يا مرحبا ايوه قبلها بذاعتكم ردت اليكم تقصد مين تو انت تحكي على الفن بالطريقه هذه شو الفن تو انت معناها تو والله واحد اخر لا 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 سامحني واحد اخر يحكي على الفن ويحكم على الفن بطريقه اخلاقيه واحد اخر عمري ما حكيت انت تحكي عليه بطريقه اخلاقيه انا خبرتك انت انت رجل يا تقصد دور ميدو معناها من الادوار كل خاصه يعني عملت من عجبني برشا ميدو هذاك روعه والله وعمرو خارق العاده شورب راهو شنيد برشا شورب على ميدو راهو شورب وميدو راهو مع بعضهم انت تعرف انت تعرف انا عارف طبعا من انا عارف البلاد بالبدايه جيد سامحني شنو حبيبي انا يا اخي كي عملت ميدو قلت لهم العباد تمحمسوا على بعضكم في الشارع ما نعرفش عليك قلت لهم اغريتهم لانهم قدمت لهم ميدو جميل قدمت لهم يعني خويا دوري ساعه كفنان وهذا هو نفس الدور قدملهم شنو قدملهم ميدو جميل ورهافة ونعومة ويعني ورشا تمثيل هذيك روعة هل قلت لك خطرة المجتمع التونسي اللي هو مش قابل لعبد يعني انا اقول لك عايز خويا يعني عارف مش عامل في كلام على القيم والقيم والمقدس بينزل شويه يا اخي تواضعوا قليلا وسيبوا القيم والمقدس اللي يتصدى لك هنا يقول لك راني انا مسؤول على القيم وانا مسؤول على المقدس ويبدا يطلع في الزان وبالسماء انا نشجع مانيش مسؤول
نلقى انسان عنده قيم دخلوه معكم مشجع دخلوه مشجع يا انت توا احسن جبد موضوع مهم برشا. انت اليوم حكيت على دور ميدو اللي انت تالقت فيه بالعكس اللي يحكي فيه هو نجاح ادواري قلت انا نجحت فيه به ولكن شنو موقفك من موقف قيس سعيد من المثليين موقف قيس سعيد موقف 90% من التوانسه اللي هي بلاد اليوم سكيزوفرين وبلاد هي اللي جبتها الاحصائيه هذه عايش خويا جبتها انا عايش في الشارع انا عايش في البيران اي انا شنو انا بيران انت تحكي بيران عايش خويا خلي يا حبيبي اي فوالا عندي حتى دخل في البيران اي معناتها تعطي ارقام واحصائيات يا اخي ما عندي حتى واحد راهو ما عندي حتى مشكله مين جبتها الرقم هذا مين جبتها خلينا نتكلم جبتها من الشارع نعيش في الشارع انا ما نقولش ما في البار في المنارة زنقة في زنقة نسكن انا في باب المنارة في زنقة يا صاحبي نسكن في كهف نسكن في بار نسكن في داموس الحاج انت ظني تسكن فوق شجرة انت أيوة. انت تسكن في كعبة بيرة انت صحيح احيانا كنسلوا هنا يا حبيبي ما يسالك يعني يا اخي بو اخلاق القيم والمقدس هذا اخلاقه هذا اخلاقه في القيم والمقدس هكا يتكلم حبيبي كلاه في سيادتك انه واحد خلي دافع على المقدس خلي جاوب تهمة اني اليوم دافع على المقدس انا مقدس انت اش دخلك فيا المقدس انت تشوف المقدس كيفاش بسلوكك انت يعني انت سلوك خطابك خطاب في الشارع لا في عريضة ما معرفتهاش لا في التلفزيون والله تنعرف الشارع لا وقبلناها ما عرفتها في التلفزيون يا تافه اقعد يا شكل مش نشتمو ياك انت تحدد شنو سلوكي انا فنان اليوم يلزمني نعمل ادوار الكل يلزمني نحكي على المجتمع ونحكي على التابو نتاعو وانا الفن هو اليوم فن متصل خلينا نعمل عام خلينا نكمل الفن اليوم يلزمني نحكي على المارجينول مهم شيل يلزمني نحكي على مثلي هذاك ويلزمني نحكي على الباندي ونحكي على السكاجي ونحكي عليك انت اللي الشعب مهمشك ونحكي هذاك دوري كفنان اليوم نعطيك مكانتك في المجتمع ونظهر الهيبوكريزي نتاع المجتمع من ناحيتك انت لازمني نعمل الموقع دوري كفنان في تونس نعتذر على اللي رول عملتهم ونجحت فيهم انا اليوم كي حكيت على الارهاب في تمك الارهاب وخذيت 14 زايده في العالم في التناقضات نتاعك يا ودي خليك يعني في كل التناقضات انا مستغرب التناقضات نتاعك مش تناقضاتك يعني تروجها لدى الشعب يا اخي خليك في تناقضاتك مش تعمل لي يعني في في يعني في 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 يعني هذا السيد على ركعه على كذا يقدم خطاب معين افسد ما فما الخطاب يا ودي هذا النماذج اللي يروج لها النماذج الاجتماعيه فرجت تبع في كل شيء مالا انت خدمتي ما انت مورت معايا هادي خدمتي لا يا حبيبي هادي انا صحفي ثقافي لازم نتفرج عليك تحكي هكا على الفن صحفي ثقافي احسن خلينا نكملوا ما جاوبنيش على 90% من التوانسه يخموا كيما خايف 90% يخموا هكا اليوم الديسكوتيك والجو والمراه العريانه والسكرجي والمواطن القبيح اللي كيفي انا يطلع جالخ سيرسان ويتكلم بحريه كبيره ياسر ويمس الخطوط الحمراء اللي يحكي عليهم هما والناس تقول كلام زايد ما نقولش كلام زايد انا نقول كلام ناقص وانت تزيدوا يعني تقصد لي يفهم اللي يفهم نلعب على خمجني في مخك انا اللي يجيب لي كلمه زايده قلتها سيرسان نتحداه اللي يجيب لي كلمة زايدة من اللي دخلت فما ناس لا لا توانسة مختلفين فما توانسة يعتبروها عادية ويجيوك بعشرات الآلاف وفما توانسة ما يهمنيش اللي يقول اللي يجيب لي كلمة زايدة اليوم نتحداه باه اعطيني 90% من التوانسة يخموا 90% يخموا كما قيس سعيد نحن محافظين السكرجي اللي في البار محافظ الملحد التونسي اليوم مازال يقول ان شاء الله وبارك الله فيك والحمد لله وان شاء الله ربي معانا والسكرجي تقول له الاسلام يقول لك اسمع ما تسب سيدنا محمد نحن الفوندو نتاعنا محافظ لكن نحن سكيزوفرينيه شعب سكيزوفرين شعب محافظ وعنده بيران في الشارع وعنده عبد الله قش في الواحد شو اسمه نه سيدي عبد الله قش زنقه عنده مخور يعني شعب عنده مخور اليوم من غير ما تحدد من غير ما تحدد اي معناها هذا هو الشعب التونسي اليوم هذه التركيبه نتاعو باش نجيو نزبدها نحن ما صليتش عليهم المؤخير قليت انا كنت نسكر ورا المخور تالي كنت نسكن في الحفصية ويشرفني كنت نسكن وراني الزرقون صح خلصت لك يا حسن مش مكملوا الحلقة مش هذا موضوع زين زوز أسئلة خلصت لك اليوم البخوريات والخمريات مع بعضهم يا ولد عمي وانت والمقدس أنا مع حاجتين قيس سعيد طبعت كلامه نهار تعدى في الوطنية قال أنا الحريات الشخصية مش باش نمسها أعمل اللي تحب على روحك اسكر في دارك تو أنت تحب زاد العباد تولي تسكر في الشارع
ينقل التونسي يعرف يسكر هو فما قانون يمنع هذا لا التونسي يعرف يشرب التونسي يسكر ما يشربش ايه؟ دخلت خرجت صاحي مره انت في حياتك اسمعني احترم روحك انا كتبت كتاب على الموضوع هذا تونس سكران انا اعرف الموضوع هذا وندرس ايه فيه نعمل لك دروس واحد دخل يعني خصوصيه يا حبيبي تونسي ما يعرفش يشرب ساعه تونسي ما يقولش نشرب يقولوا نعملوا بلعه يا اخي خلت به 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 ريت انت تونسي شم كاس شراب سي بون سي بون عمل معاه يا كان انا وعي اخر من التونس ما تعرف شيء انت من الموضوع هذا انت تتحدث على حاجه ما تعرفهاش 10% فاهمين قرار تبغى 20 الاخر 90 في احصائيات ما تحب انت تحب انت متعدي انت وزوجك صديقتك جماعه بالعينه في الشارع يقلقوا انت تحب تراج ما قالك في بتاعي بتاع شارع الحبيب بورقيبه ما فهموش حد شيء هذا يا روى هذا هذا يتملك السلفيه ويتملك التوحش اسمعني ونهار اللي شدوا ان شاء الله هم يعتبرون الفن كله حرام وفسق ودعاره وهذا دخل في الدعاره والفسقي والحرام حساب الاخرين ما شنو حاب يسيبوك تتصور تتملك يعني وتتزلف لهم هذاك المنطقه كالسلفي اللي انت تبلع فيه كل يوم باش ينسى يخرج له باش ما يخرجلكش عندك سلفي فيك انا مش عندي كيفو عندك سلفي كيفو انا سلفي فيا انا سلفي اللي فيا يعني محاور وما انت يعني تخادع سلفي نتعامل معاه كل يوم انا السلفي اللي فيا نتعامل معاه كل يوم انت السلفي اللي فيك مخذرو اولا تحب انت اليوم بصراحه خلينا نحكيه وعدي ما يهمنيش انا مانيش ضد بس ليش نسي اموره حياته برتلاكته يعمل بها اللي يحب تحب انت اليوم متعدي انا ولدي ولد ذايا وانا مش ضد المثليه وعندي صحابي دي زوموسيكسيال ويضحكوا ونحبهم خاطر عندهم مواقف تاع رجال ما يهمنيش بدن وذاك لكن تحب انت لاكت سيكسيال هذاك يتعمل قدامك في الشارع تحبش ولدك يمثل مثلي انت تحبش يجي ولدي يمثل ولدي خلف هذا لا انت تشع في هذا انت شنو هذا خرج متخلف اللي فيك لا 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 ما عندي حتى مشكله انا انما هذا هو الذي اشاع هذه الاشياء بيه. او يشيع خنكمل عايش خويا هذا يا مسكين خرف كبر سامحني خنكمل يحترم امره على الاقل تحب انت يعطيني اي واحد تحب انت متعدي انت ولدك تقول لك باباش يعملوا تقول له راهو ذوك معرسين يبوسوا في بعضهم زوج رجال. باهي واضح واضح. تحب انت هكاك. ما نغرقوش ما نغرقوش. لكن انا الشارع نحبه محترم انا انسان محافظ. سكرناه الموضوع. لطفي انت من معناتها انا من عائله مناضله استنى استنى انا من عائله مناضله. جستمو استنى انت تزوجت من عائله سياسيه كبيره. من عائله مناضله احنا شنو عائله مناضله هو من عائلة منظمة من أنا من عائلة شنو يعني؟ شبيه حبي يناقشني في كل شيء؟ شنو هذا اللوك هذا؟ واحد يقول لي أنا من عائلة نتاع الشيوخ والآخر يقول لي من عائلة تكلم يا قاري يا خويا النزار اللي جاب كيفك أنت تكلم يا قاري سماح تكلم يا قاري تكلم يا قاري توا أنت شنو مدخلك فيا شكون قال لك ماكش من عائلة مناظر؟ شكون قال لك ما نعتبركش مناظر؟ لأن أنت مناظر بالنسبة لي يا بارك الله فيك يا ما في حب من قسم حاجة من نحبك ونقدرك ونعتبرك مناظر يا ربي فضل خويا لكن أنت ركبت لك توا علي أنا خاطر هذايا ما حرك الناس الجو هاو من الآخر هذا هو في مسيرتك أنت عائلة مناضلة ويشرفني وكان وقت عرفت الحقيقة يا صاحبي قداش فرحت لطفي. مش أنا ما نعتبرش روحي مناضل أنا نعتبر روحي من عائلة مناضلة أنا تعرف بابا وأمي كيفاش عرفوا بعضهم الله يرحمهم بابا وأمي مات ولا يرحمهم الله يرحم بابا عرفوا بعضهم مماتي في الحبس وعمتي في الحبس مماتي في الحبس وعمتي شدت الحبس نازلة مماتي نازلة تخبيت سلاح نتاوى نحن في عهد فرنسا في عهد فرنسا وبعد فرنسا بشوي شدوا الحبوسات انا مماتي في فرنسا في فرنسا قاعد فرنسا مماتي شدت الحبس وعمتي شدت الحبس خاطرها مناضله عمتي تستوريه ومماتي من المطويه المطوى معروفين بالنضال قالها بورقيبه وقالها حتى الباجي دينيرمون انا خالي بعين نحن عائله بن يحيى وعائله بن دحمان وعمتي عائله العبدلي نواف تعرفوا في الحبس كي عرفوا في الحبس مماتي وعمتي عرفوا بابا وامي على بعض في الحبس لا مش في الحبس ما فيك الزيارات والدنيا في الزيارات عارفوا على بعض في الحبس لكن معنى. شوف انا معناها اليوم كي نقول عمتي ومماتي في الحبس فما حبس يشرف فما حبس ما يشرفش انا حبس مماتي وعمتي يشرفني صحيح. ما نجمش ما عنديش النزعه ذيك تربيت بها في عائلتي تربينا الكلمه تتقال به عليا وعلى اعدائي وحاجه اخرى انت متزوج من عائله سياسيه معروف عائله مزالي متزوج من عائله مزالي ويشرفني شرف كبير جدا تزوجت من عائله مزالي تزوجت حفيده المرحوم محمد مزالي الوزير الاول السابق في عهد بورقيبه لكن قبل ما نتزوج حفيظته انا تزوجت طفله نحبها ومثقفه وقاريه ومراه نحبها وجميله جدا واخلاق وعاليه هذاك تزوجت ما تزوجتش خاطرها حفيظه المزالي لانه وقتها
لانه وقت انا تزوجت حفيده المزالي، المزالي مازال من المغضوبي عليهم وكرهب ويخفت عس عليه. والمزالي وقت باش نكتب صديقي راجل تحفون برشا قال لي مثبت روحك باش تتورط، قلت له انا خذيت الطفله هذيا ما عادش يهمني في حد شيء، والطفله هذيك رضات بيا دور ولا ما عنديش، عندي الكليو طلعتك فيها وتعاركنا. ومن عائله ابوها طبيب وامها طبيبه وعائله لاباس عليهم، نهار مشيت نخطب انا ما هزيتش خاتم ما عنديش فلوس، ما قالوا لي حد شيء، ولا قالوا لي لابوك شي يخدم لامك شي تخدم لا شكون ولي معاك. غزر لي بوها قال لي سا سوفوا كو تي ان اوم دو تيرا، انت راجل تحفون برشا لتو نذكرها. قال لي باش تهنى على بنتي معاك. لا قال لي اش عندك لا وين تسكنها، والطفله هذيا اللي هي من عائله كبيره وعايشه في باريس وقرات سكنتها في دار امي وقتها في العلي في دار امي في منوبه، وكلمه ما قلتهاش. وقلت لها ممكن ربي ربي ما ينوبش عليا، راه باش نقعد نسكنوا افي هنا، كان نبع ربي عليا ربي تنشيخو. حفيده محمد مزالي، حفيده محمد مزالي وعي سياسي، راجل كبير، راجل هو بيدو خونوه وسرقوه حتى واحد ما ثبت اليوم، وقالوا هز ميزانيه الدوله، الراجل هز فاليزه صغيره هرب فيها 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 دنقري فيها حوايج، وفما ميزانيه الدوله 400 فرنك ميزانيه الدوله تتهز في عقيبه. واضح واضح لطفي، يعطيك الصحه، هذه احسن حاجه نختموا بها بالحب والغرام والصدق. زيد قول لي زاد هذه صفقت يا قاعد ايش تحب يا اخي، طلعت تتكلم يا صاحبي زرتك والله شرفت طلعت تلق يا حبيبي تبارك الله على خويا، صلحنا المستوى طاح راه ولا غال كان مستوى راقي قبيله مستوى طاح عايش خويا. اي خليني انا سافل يا حبيبي ديما راقي خاطرك مزيان تقيس عليا عميق جدا ديما راقي بالنسبه لي هو خاطر كثير قيس سعيد. انت صديقي توا ماك صديقي توريت هو يقول له عراقي وانا خلاني يا مغيار ولا مغيار بربي يا باش نختم الحلقه شكري باش نختم الحلقه ونشكركم على الحلقه الممتعه ذي والمختلفه. احسن الكلمه الاخيره يا خويا، الكلمه الاخيره ان شاء الله ربي يعني تمر الايامات على تونس هذه بسلام ونكملوا هالانتخابات هذيا وندخلوا الامور الجديه. راهو ضيعنا برشا وقت 10 سنوات ونحن يعني نتخبط فيما نحن فيه. انا نقول يعني وهذا بفعل فاعل، فما ناس مجرمين شدوا البلاد هذيا وحبوا البلاد ولتو ما عندناش محكمه دستوريه، ولذلك نحن قاعدين يعني معناها مخذولين ويعني مكسوحين ويعني مقعدين يعني ما نجموش نتحركوا. وهذا بفعل فاعل كما قلت ان شاء الله ان شاء الله يعني يا ربي يفرج على البلاد هذيا، لانه راهو امام معناها في نحن امام ظرف صعب جدا. وشكرا. واضح يعطيك الصحة سي شكري بن عيسى. والله انا نحب نقول كلمة أخيرة في خصوص قيس سعيد. قيس سعيد هي شخصية ناصعة ذات مصداقية عندها كفاءة، وإحنا راهو ماناش ندافعوا على قيس سعيد بقدر ما ندافعوا على القيم السياسية والأخلاقية اللي دافع عليها قيس سعيد واللي يحب يكرسها لتونس وللاجيال القادمه. يعطيك الصحه. انا اولا اتفق مع لطفي في برشا حاجات، اولها اللون الاصفر نتاع عيش تونسي لابسه، وثاني حاجه في وصفه لزوجته ربي يهنيك وربي وربي يخليك ربي يخليك زوجتك. هذا هو اللي نوجه فيه انه الانسان يخمم في محتوى الكلام ماهوش تابع شكون ولا شكله. نفس الشيء قلنا على عيش تونسي، راهو ما تخموش الاشاعات هذه وتقراوها ثبتوا في المعلومه، دافعوا بالحجه وعاندونا بالبرنامج. اليوم احنا قدام خيارين اثنين لا ثالث لهما، اليوم ما عادش عندنا هذه فرضيه ان نقعد نتفرجوا ونصفقوا، عندنا حاجتين، يا اما باش نقعدوا نتفرجوا في هذا مشاكل في الترونسبور، مشاكل في الصحه، مشاكل في غلاء المعيشه، عركات بين سياسيين، واما التغيير، والتغيير ما يجيش على نفس الاشخاص، ما تتوقعش نفس الاشخاص باش تجيب لك برنامج مختلف، اما الناس المختلفه ونظيفه وذات كفاءه هي اللي باش تغير. يعطيك الصحه، لطفي العبدالي. انا نحب نمشي لاعمق من هك. اليوم قيس سعيد ولا غيره مش هو الحل. الحل التونسي كي يحب يخدم يخدم بلاده بالحق. قيس سعيد مش شد بوست، لازم فما شعب بالحق واعي يخدم. لازم شعب اليوم في مخه مستغني على رئيس، مستغني على هذا باش يعمل لي وهذا باش يعمل لي، نحن نعملوا لبعضنا، امن بروحك كمواطن، المواطن حتى اللي يخدم قول لي تقول لي ها فما ناس ما عندهمش خدمه، عندهم خدمه ما يخدموش. عندك خدمه ما تخدمش، هذاك اللي باش يخدم البلاد، راهو الايكونومي الحقيقيه مش باش يهزها لقيس سعيد لا غيره، واربع مشاريع تجيبهم كان تونسي ما يخدمش فيهم تيطيحوا في الماء، جيب دار البيجو تتكسر. المواطن التونسي لازم يفهم اليوم البلدان قامت على خاطر فما مواطن خدم. في المانيا وقت الدقدقه تنسى قاموا ولاو يبنيوا خاطر رجال ماتوا في الحبس. واضح. هذا اهم حاجه اليوم، نحن لو فري سالو نتاعنا التوانسه والشرف نتاعنا في العمل مش في حاجه اخرى. يعطيك الصحه، يعطيكم الصحه كل، شكرا على هذه الحلقه الممتعه، نلتقي في حلقه قادمه ان شاء الله.